في أولمبياد عام 1976 كان هناك 8 متسابقين لنهائي سباق المئة متر، صاحب الميدالية الذهبية فيهم كان أسرع فقط بعشر من الثانية عن آخر المتسابقين الثمانية، فرق بسيط في السرعة لكن فروقات هائلة في النتائج. في إحدى سباقات الخيل في الولايات المتحدة الأمريكية، الحصان الفائز بالمركز الأول حصل على $1,000,000، أما الحصان في المركز الثاني الذي خسر فقط بفارق مسافة الأنف حصل على $75,000، فرق بسيط في المسافة ولكن كبير في النتائج. إليك القانون، إذا استيقظت مبكرا ساعة واحدة فقط قبل الدوام وقرأت في مجال تخصصك ستكون حصلت على 7 ساعات في الأسبوع، بعد فترة قصيرة سوف تقف شامخا مقارنة بزملائك في العمل ويشار إليك بالبنان لأنك الخبير بينهم، إضافة بسيطة ولكن فرق كبير في النتائج. إذا ذهبت إلى المسجد قبل الأذان بقليل أو مع الأذان فإنك سوف تقرأ على الأقل 10 صفحات من القرآن الكريم، وعلى افتراض أنك تأتي مبكرا فريضتين فقط من الصلوات سوف تقرأ 20 صفحة في اليوم الواحد، أي جزءا كاملا، أي 140 في الأسبوع وتقريبا ختمة كاملة في الشهر، إضافة بسيطة ولكن فرق كبير في النتائج. أحد الآباء يقرأ مع ابنه قصة أو كتابا باللغة الإنجليزية عندما كان في المرحلة الابتدائية 15 دقيقة أثناء تحضير وجبة العشاء، يقول أن ابنه الآن في المرحلة المتوسطة قادر على قراءة أي كتاب باللغة الإنجليزية دون أي جهد. نعم، إضافة بسيطة من الوقت ولكن فروقات كبيرة في النتائج. الخلاصة، مارس قانون الإضافة البسيطة في كل مجالات حياتك، انظر إلى عملك، إلى علاقاتك، إلى صحتك، إلى أبنائك، وفكر ما الذي يمكنني إضافته لأصنع الفارق. ستجد أن هناك الكثير من الإضافات البسيطة. قانون الإضافة البسيطة هو خيار رائع ومفيد جدا لمن يجد في وقته زحاما شديدا بسبب الوظيفة أو نحو ذلك، فكيف سيستفيد من هذا القانون من كان فارغا أكثر اليوم والليلة؟